وذكر حجاج صقلية خبر مقتل أميرها محمد بن خفاجة. كان ابن أمير صقلية خفاجة بن سفيان، عاون أباه في غزواته ثم خلفه بعد أن اغتيل سنة 255 هجرية، فأقره والي إفريقيا محمد بن أحمد بن الأغلب. كانت قاعدته في مدينة باليرمو، وكان الروم قد استولوا على مالطا وأصبحت حلقة وصل بين ممتلكاتهم في الشرق ومطامعهم في الغرب. فهاجمها محمد بأسطول قوي فاستولى عليها سنة 256 للهجرة، وظلت في أيدي العرب بعده 220 عاما. قتلته أساطيل الروم فتغلب عليها، ولم تطل مدته في الحكم إذ اغتاله ثلاثة من خدمه بعد سنتين من توليه.